سمعت من إحدى الإذاعات أن من قال هذه الكلمات ومات في نفس اليوم يموت شهيدا، وهي: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، قراءة آخر 3 آيات من سورة الحشر، ثم أقول: اللهم أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ما صحة ذلك؟ أنا لا أعرف دليلا على هذا، ألا يحتاج إلى دليل صحيح؟ وأنا لا أعرف الآن دليلا على هذا، فيتثبت في هذا الأمر. لا يجوز للإنسان أنه يعمل عمل أو يقول قولا بدون دليل. نعم.